على بساط المودة والشوق نلتقي، ومن وتر الحقيقة لحنا نستقي، ماضين بين أخبار المدينة وأهلها. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. تشاهدون في هذه الحلقة: انتشار المطبات والحفر العشوائية دون مساءلة أو رادع من قانون، والمجلس التشريعي إطلالة تشهد على عراقة المدينة وعمق الديمقراطية فيها، وإلياسين جمان إبداع أهله ليكون أمير الفن التشكيلي في عدن. كما عودناكم مشاهدينا في أولى فقراتنا مجموعة من الفعاليات والأنشطة، نذهب وإياكم إلى جولة إخبارية سريعة وأسبوع المدينة. تضررت عدد من المنازل والأحياء السكنية وتعطلت حركة السير في أغلب مديريات محافظة عدن جراء سيول الأمطار الغزيرة التي من الله بها على المحافظة خلال اليومين الماضيين، وبدت المعاناة أكثر لدى الأسر النازحة والمتضررة منازلها جراء حرب الميليشيا التي تسببت في تهدم كلي ل 338 منزلا، وألحقت أضرارا بأكثر من 10,000 منزل. وفي مدينة كريتر أقيم معرضا سياحيا عن المعالم الأثرية في مدينة عدن. المعرض على مدى 3 أيام تضمن لوحات فنية وإبداعية تبرز المعالم السياحية والتاريخية بالمحافظة، وفي إطار الجهود المجتمعية للترويج للمدينة وللحفاظ على تاريخها العريق. وفي جامعة عدن احتفلت كلية الهندسة بتخرج 120 مهندسا مدنيا. حفل التخرج تخللته فقرات فنية وخطابية أكدت على الدور المنوط بخريجي الجامعات وواجباتهم الوطنية في خدمة المجتمع. البعض دفعته عشوائيته إلى صنع مطبات مبرر ومن دون مبرر، وفي ظل غياب القانون الرادع والمساءلة، هل ستكون رسالتنا اليوم تحت عنوان لا حياة لمن تنادي؟ طرق رئيسية وأخرى فرعية تنتشر فيها المطبات المختلفة بأحجامها وأشكالها وارتفاعاتها دون مقياس موحد، فوزارة الأشغال والطرق لم تعد هي الجهة المسؤولة وحدها عن إنشاء المطبات، بل أصبح استحداث المطبات شائع الاستخدام منها شرعية وأخرى غير قانونية. مشكلة المطبات والحفر مشكلة مؤرقة جدا في مدينة عدن، تحتاج إلى معالجة سريعة من السلطة المحلية، تحتاج أيضا إلى لفتة نظر. وهذا الشارع اللي فيه مطبات اللي ما تشوفه عدة حوادث استوت فيه، كانوا يمشوا بسرعة جنونية جدا، وعدة حوادث استوت بهذا المكان بسبب ان السائقين ما يعيروا اي اهتمام للمارة ابدا. العمل يقوم به اي فرد او جماعة، فمنهم من ينشئه حرصا على الاطفال او لضمان تخفيف السرعة امام المنازل، والبعض من يستحدثه لنيل مطالب لدى الدولة. المطبات شوف شيء جميل اذا كان وضعت بالطريقة الصحيحة، اماكن الاطفال، ملاعب، مدارس. لا قانون ولا مواصفات ولا معايير تحكم إنشاء المطبات في الطرق الرئيسية، وهو ما رفع وتيرة الشكاوى من قبل المواطنين لما له من تداعيات تتسبب في عرقلة السير والاختناق المروري وربما حوادث أمنية في ظل صيف حار يضاعف من شدة المعاناة. كل واحد على مزاجه وعلى هواه، يعني شوف مطبات مستغرب عليه، مطبات يعني إنسان سادي أو إنسان مريض يعملها، صدقنا أنا أقولها بكل صدق، أنا شفت مطبات لناس أعرفهم عملوها يعني بشكل مريض حباً فيه بشورته أنه أذية الناس، معانا ناس أمراض في الوطن هذا. هناك حفار ومطبات قد تؤدي بذهاب أرواح ناس كثير، مطبات أعتقد أنها كارثية جداً. باتت الطرق في عدن أكثر ضيقاً في ظل انعدام الجسور وازدحام المركبات وزيادة عدد المطبات، مع انعدام علامات الإرشاد واللوحات التحذيرية، وهو ما ينعكس سلباً على عملية السير في ظل الاختناق الحاد. بعض الأماكن هي ضروري جداً، لازم لحماية الناس من السرعة الجنونية، خصوصاً بعض الشباب، أطفال يسوقوا سيارات.
أخطاء هندسية في تصميم الطرقات هي من تسببت في وجود حفريات على الطرق الإسفلتية، فمثل تلك الأعمال تتكرر كثيراً مع أعمال حفريات المياه أو الكهرباء، وهو أمر لا يزال يعبث في خارطة الطرق، وكل ذلك في ظل غياب الأجهزة المعنية. ما عملوش أي فتحات للسيول، ولهذا الآن قلقنا، يعني بيوتنا دخلت داخلها المياه الأمطار. من يسائل من عن هذه الأخطاء؟ ولا أحد يدري من الذي من حقه أن ينشئ مطباً أو يعيد وضعية طريق، فالسلوكيات على ما يبدو هي من تحكم الأفعال دون رادع من قانون يخضع له الجميع ويستظل تحت ظله معيار موحد. المهندس محمد علي مفرق، نائب مدير مكتب إدارة الإشراف العام على الطرق محافظة عدن، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. يا أهلا وسهلا. نحن نحب اليوم أن نسلط الضوء على مسألة الحفر والمطبات خاصة، لكن بداية نريدك أن تحدثنا عن قوانين المطبات، يعني ما هو القانون الذي يجعل المطب موجود في مكاننا؟ هو قانون، يعني إيش دور المطب أصلا؟ دور المطب أنه تخفيف السرعة عشان حماية شيء عزيز على قلوبنا، حماية شيء من ممتلكات، يعني أمام مستشفى أو مستشفى، مدرسة أطفالنا، عبور المشاة، أماكن فيها خدمات للمواطن، بس لها كمان آلية من إبداء، من تقديم التراخيص، من تصميم للمطب، من سهولة مرور المطب. يعني هناك هندسة خاصة للمطبات، عرضه وارتفاعه كم يكون على مقاييس طبعا، وإشارات مرورية لازم تكون تسبقها تحذيرية من لوحات، من طلاء مروري. سندخل في موضوع الحوار الرئيسي وهو الحفر، أو أقصد المطبات العشوائية. كل من هب ودب الآن أصبح يضع مطب أمامه، صاحب الدكان هناك مطب أمام الدكان، حتى في الحارات أصحاب البيوت حتى عندما يلعب أولادهم أمام البيت يصنع صاحب البيت مطب، والشحاذين أيضا أصبحوا يصنعون لهم مطب. ما هي الوسائل التي تقومون بها لمنع هذه هكذا ممارسات؟ هو يجب أن يكون تنسيق ما بيننا وما بين أشغال المديريات، مكاتب أشغال المديريات، من مأمور ومن سلطة مجلس محلي ومن البلدية، أساس يكون في آلية كيف ترتب. ما نقولش نحد، لأنه الآن صعب نقدر نحد الموضوع. صحيح صحيح، في ظل الأوضاع هذه وعشوائية المواطن لازم نعمل إيش ترتيب، إنه كيف أنا أحاول أقلل حد الأدنى من هذه الظاهرة. طبعا أصبح الغاية في المطب مش تقليل السرعة، أصبح غاية المطب الآن يعتبر كمحل تجاري، عنده كثير من الغايات. غايات الآن أصبحت له غاية غير اللي كانت الدور الأساسي لها، من الباع المتجولين ومن المتسولين. فلذلك نحن نعمل قدر المستطاع، نرتب مع المجالس المحلية للمديريات إنه نحاول قدر المستطاع نقلل من هذه الظاهرة، لأنه ما فيش بالإمكان نحن نلغيها، صعب. لو تذكر لنا بعض التدابير التي يعني تقوم بها بالتعاون مع المحافظة أو مع المديرية. في تصاميم نسلمها للمحافظة بطريقة كيف وضع مطب، وكيف لازم التحذير للمطب مسبقا. هناك قوانين رادعة تمنع ممارسة المواطن هكذا، يعني صناعة مطبات في كل مكان بطريقة عشوائية. هي أصلا بداية لازم تكون ثقافة موجودة في المواطن إنه هذا الشيء خطأ. إن لم تكن الثقافة فيجب أن يكون هناك قانون. القانون موجود وموجود في كل مكان. ما هو القانون؟ مكان. ما هي العقوبة التي يتعرض لها الشخص الذي يعمل مطب بدون إذن؟ طبعا لأنه الآن أضر الشارع. هل بيدكم إرغام الشخص الذي يقوم بعمل مطب صناعي أو مطب عشوائي أو حفرة، بيدكم أن تجعلوه يدفع هذه الغرامة؟ نلجأ للقضاء، نعمل رسائل رسمية للقضاء، نعمل محاضر في الشرط. يعني الآن لو بترجع للقضاء ستقول أريد أن أرفع محكمة على جميع المواطنين. نحاول نقلل الحد الأدنى. في بعض الأماكن صعب أن احنا نلغيها، اللي هي البيوت اللي على قارعات الطرقات اللي هي خاصة الرئيسية، عندما تلجأ لهم تقول لهم يعني رجاء، يقول لك أنا معي حادثة سابقة، ابني أو ابن جاري قتل من جراء حادث بسبب تهور السائقين،
فلذلك نحلها وديا ما بيننا وما بينهم، ما نلقاش لل يعني هو يكون قد عانى معاناة مسبقا ما جعلته يعمل يعني هذا المطب. نحن نراعي المشاعر الإنسانية للمواطن هذا ونقنعه، نحاول نوجد أساليب أخرى، نوجد مطبات الصناعية، ولكن هذه حالات هي حالات نادرة جدا ولا تعمم. يعني أن الشخص يكون قد تعرض ابنه أو أحد من ذويه لحادث مروري نتيجة عدم وجود مطب تعتبر حالة نادرة ولا تعمم. بالمقابل هو عندما يقوم بهذا المطب العشوائي فإنه يسبب مشكلة كبيرة للمارة، للسيارات، مشاكل لا تنتهي. نحن كدورنا نحن دائرة إشراف، أما دور الرادع نحن نقدم رسائل والباقي على المجالس المحلية والبلدية خاصة، إن هي دورها كضبط تعمل كنترول للظاهرة هذه. أنا ما أقدرش أقول لك. طب هل تأتيكم شكاوى من المطبات والحفر؟ تجي شكاوى للحفر، أما المطبات فأصبحت ثقافة عامة. ثقافة عامة. طيب ثقافة عامة. لو أيضا الآن يعني دخلنا إلى الحفر، المشكلات التي تواجهونها هنا في المركز هذا أو في المكتب، ما هي المشكلات التي تواجهونها عندما تذهبون إلى الشارع لكي تقوموا بردم الحفر الموجودة؟ من بعض المواطنين إنه ليش تعمل بإصلاح الحفرة هذه؟ أيوة. عندما نسأل السبب يقول لك هذا لقمة عيشي هنا. هؤلاء ليسوا مواطنين، هم بلاطجة. ما هو ضمن المجتمع الموجود فيه نحن الآن. هو يعتبر مجتمعنا، فموجود ضمن المجتمع هذا، فأنا أقول مواطن الآن. هذه الظاهرة كانت موجودة بعد الحرب أم قبل الحرب؟ من سنة 2011 بدأنا في مشاريع اللي هي صندوق صيانة الطرق، ممثلة في الأخ سعد أنيس السماوي، على أساس نبدأ مشاريع اللي هي ترميم شوارع عدن، فظهرت لنا هذه الظاهرة. كيف تتعاملون معها؟ والله نتعامل بعقلانية، ما نتهورش، نحاول خاصة الآن نشرك عقال الحارات. لا نتكلم من 2011 إلى الآن، لكن الآن المشكلة تفاقمت أكثر في ظل انتشار السلاح. السلاح إنه في مشروع الآن نتكلم عن الصيانة، يجي لك مجموعة نحن نريد نتوظف بس يجوا وهم حاملين الأسلحة. الواجهة إنه يشتي يتوظف، بس قصدي المغزى إنه يشتي يتوظف، لكن الواجهة شخص أتانا بسلاح، يعني كيف يتوظف هذا؟ فنقابل كثير مشاكل، بس اللهم لك الحمد يعني في ناس توقف معنا وهي اللي تعمل لنا تسهيل في المواضيع هذه، من عقال حارات، من ناس يعني مركزهم الاجتماعي محترم معروف في المنطقة، من شباب ينصحوا. يعني أنا بقابل السيء لكن الجيد أكثر طبعاً. الجيد أكثر. فألف بناي وهادم واحد يعني. تواجهون مشكلات بأن هناك من يمنعكم بردم الحفر، ولكنكم تقومون بحل الموضوع ودياً ثم تردمون الحفرة. بعد ذلك ماذا يحدث؟ لماذا لن تنتهي الحفر؟ لم تنتهي. عدن تحتاج لها ميزانية ضخمة جداً لإعادة صيانتها. سنوياً من كل مديرية مخصص 10 مليون ريال سنويا لترميم منطقته أو ترميم المديرية حقه. أنا رأيي أن 10 مليون ما تكفي. إحنا عمر الطريق من 5 سنوات إلى 15 سنة. 15 سنة يجب كل 5 سنوات تعمل لها صيانة. صيانة إيش؟ صيانة دورية، يعني أعتبر كأنه مشروع. فأنا أشوف يعني كل مديرية مش أقل من 30-40 كيلو، فالعشر مليون هذه ولا ما تعتبرش رقم. فالمحافظة مكلفة إن تدخل في مشاريع، ونحن المشاريع محتاجينها أكثر شيء، لأنه في شوارع عدل لسه الآن ما سفلتت. هل لسه تحتاج إلى شق؟ هل هناك من يقوم بحفر مثل ما هناك من يقوم بعمل مطب؟ طبعاً. هناك من يقوم بحفر حفر؟ طبعاً نفس الدور نفس المشكلة. وهو يحمل نفس الأسباب وتأخذ عليها، لا وكمان فيها أتاوى. يعني يعتمد لك يأخذ لك مرتين في الأسبوع، يأتي فرقة معها شوية إسمنت على كري على مش عارف إيش، يقول أنا عملت لك ردم الحفرة فعليك أن تدفع لي. الواجهة إنه يصلح لك، لكن الفعلي إنه أتاوى. طيب ولا أحد يعاقبهم ولا أحد يسائلهم؟ نحن تعرضنا لدي المشكلة في معلة مقابل كينيا بلازا، المعلة الخلفي اللي شارع الصعيدي. ماذا حدث؟ حدث أنه خرجوا لنا لا تعملوا أي لا تشتغلوش عشان هم يطلبوا الله.
عشان هم يطلبوا الله. بعدين رجعوا لنا نشتي نشتغل اشتغلوا احنا متضررين احنا يعني ناس وقعت. هل يقوموا مره اخرى يعني بحفر حفره مزاوره مثلا او انتم بعد ان تصلحوا يقومون بتخريب عملكم مثلا؟ لا صعب انه يخرب اللي اشتغلته. حدثنا عن المشكلات الاكبر التي يواجهها مكتب الانشاء والطرق ومكتب الاشراف العام للطرقات، ما هي مشكلاتكم الكبرى؟ الامان للمهندسين، الامان للعمل، يعني الان مشاريعنا توقفت بسبب عدم الامان. الحلول لو قلنا الامان يعني هذا الامر الذي يبحث عنه جميع المواطنين، ولكن لو تحدثنا عن حل جذري لمساله المطبات والحفر. حل جذري يجب توعيه الناس من جديد. كدوركم اعلاميا الان دور الاكبر، دور لازم يكون كلنا متكاتفين انه اعاده الثقه مواطن للدوله. طيب هل تفكرون بعمل خطط ارشادات اجتماعات بينكم وبين المحافظه؟ كيف تقومون بتوعية الجمهور والمواطنين بالتوقف عن هذه الممارسات وعمل الحفر والمطبات؟ طبعا هذا الطريق شريان الحياة، فإذا تضرر شريان الحياة توقفت الحياة، فيجب أن يعلم كل واحد أنه هذا الطريق لك مش لنا، هو ملكية عامة. ملكية عامة، ملكك أنت، أنت تدفعه من ضرائب، من الضرائب تدفعه من دم قلبك من راتبك، فإذا أنت ضريتها فضريت نفسك أنت الأول قبل كل شيء. ما ننسيش الخدمات، الخدمات الآن حالياً من يعمل كهرباء تسليك المياه، خدمات كهرباء مياه صرف صحي اتصالات هاتف، يعني أنتم تعملوا وهم بعدين يجوا يحفروا بعد عملكم ولا يداون ما عملوا. بدأت من 2007 معانا استمارة، خرجناها مكتب الإشراف إنه أنا بدخل المشروع يا مجلس محلي يا مسؤول الخدمات اجمع مندوبي الخدمات، وهذه استمارة كل واحد يسجل لي إيش في أنا معي شارع الصعيدي مثلاً من المثلات من المكتب المحافظة إلى جولة بارفوس الكهرباء، أنا معي هذا المشروع طوله 3 كيلو مثلاً، إيش عندك؟ أجيب له صورة قوية مقسمة بالستيشنات، حدد لي خدمتك فين موجودة. هذا قبل كل شيء، قبل ما أبدأ المشروع. هذا من 2007 بدأ إلى يومنا هذا، هذه خدماتي، هذا شارعي، هذا مشروعي، انا معي كم تشتو متر، انا معي كذا كذا متر طولي، خدمات مخصصه، حفريات، بند خاص للحفريات لكم. هذا عندكم انتم في المكتب من 2007 هذا الكلام، انا اقول لك الان من 2007 هذه يعني لا لا تنزل الخدمه المعينه تحفر في الشارع الا هناك تنسيق بينكم. مش تنسيق، انا معي مشروع طريق الان، انا معي مشروع بعيد تاهيل شارع الرئيس المعلق، انا ملزم اصلح في بند من البنود حق المشروع بند حفر خدمات، هذا البند أشله وروح أودي المهندس المشرف على المشروع المقيم يتابع مدير المديرية ومسؤول الخدمة الخدمات في المديرية، أقول لهم هذه صوري مع الدائرة الهندسية، تطبع صورة قوية للمشروع المحدد بمحطات اللي هو ستيشنات الأطوال الأبعاد، نرفقه مع الاستمارة لكل مندوب، نعمل محضر انه حضر المندوب ايوه عشان توثق اعطينا خدمتك انت يا صاحب المياه، كم معك، ايش المطلوب منك تعمل له تجديد او مهلك تشتي تعمل له او تشتي تضيف اذا في منازل جديده، يعطينا حق الخدمات ونشتغل. اجيب هو المندوب يكون في الموقع مع المهندس المشرف مع المقاول يشتغلوا وخلاص ونشتغل. إلى هنا تمام. إلى هنا تمام. أين تظهر المشكلة؟ يعطوا تراخيص قصب يعني البيوت العشوائية، كهرباء، مياه، صرف صحي، خارج الإطار هذا اللي أنت الآن تحدث. بعد ما اشتغلنا خلاص كل شيء تمام، يكون عادوا له بيت جديد يضطر يحفر له ويعمل له. أنا أعمل بند اسمه تركيب بيبات قطر 4 هنش دبل مزدوج لكل خدمة. ليش هذا ايش هذا الموضوع؟ هذا الموضوع انه هذه البيبات اللي مركبه الان اذا انت معك خدمه قد معك منهل، حط البيب في داخل البيب نفسه، حط الكيبل، حط الخدمه الاشياء، انا مش قطع عليك الطريق، لا تقطعش طريقي. واكثر شيء احنا نركبها في الكروس في اماكن التقاطعات، لانه بتجي تحفر وتجي تقطع انتهى الموضوع، اتطلق الشارع. يعني الحل هو في توعيه المواطن طبعا قبل كل شيء، كذلك هو زراعه الامل من جديد واحتياج إلى ميزانية جديدة. هل تعانون من نقص في الميزانية؟ في مشاريع المحافظ إدريس الزبيدي
قام تقديمها لمكتب الأشغال العامة لإصلاح الأضرار الموجودة بعد الحرب والمحتاجة لصيانة، منها صيرة سائلة صيرة، ومنها معلل الرئيسي، ومنها ملحمة جولة ريمي، ومنها مشاريع ما شاء الله على قدم وساق يشتغلوا، بس على قدرهم، على ما هو موجود متوفر الآن، ونحن نطمع أكثر، نحن نحتاج أكثر. أستاذ محمد علي مفرق، نائب مدير مكتب إدارة الإشراف العام على الطرق محافظة عدن، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك أخي. إلى كل من يظن بأن الشارع له وحده ويعطي لنفسه الحق بأن يشوه جمال الطريق بالمطبات والحفر، الطريق ليس ملكا لك وحدك، بل هو ملكية عامة، واعلم بأن حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين. كانت عدن ولا تزال حاضنة لمدنية الحياة ولديمقراطية الحكم، والمجلس التشريعي شاهد عبر عشرات السنين على أقدمية عدن في التجربة الديمقراطية. الحكاية التالية عن المجلس التشريعي، تابعونا. في كنف جبل كريتر يشمخ مبنى المجلس التشريعي كأبرز معالم فترة الاستعمار البريطاني لمدينة عدن، صرح ومعلم تاريخي صمم من الخارج بشكل يحمل دلالة على أهمية الدور الذي كان يطلع به في مرحلة الاستعمار البريطاني. المجلس التشريعي هو ليس كأي مبنى من المباني المتواجدة في الموجودة في عدن. مجلس التشريعي له تاريخ طويل وعريق، هو عبارة عن صرح ديني وسياسي، ونتمنى أنه يتحول إلى صرح ثقافي أيضا. يختلف اثنان بأن ما يحمله الشكل العام لهذا المبنى يأخذ الطابع البريطاني أو ما يعرف بالفكتوري، لا زالت إطلالته شاهدة على عراقة المدينة رغم مرور أكثر من قرن ونصف على بنائه، ولا زال محافظا على نمطه المعماري مما جعله قبلة لكل شغوف محب لمعرفة تاريخه، فكان مزارا لكل الباحثين والدارسين. الزائر للمجلس التشريعي يرى فيه واحداً من الأماكن الأثرية تستوقفه كدليل على الجذور العميقة للفترة الاستعمارية تأخذ بزائريها إلى زمن مضى. فقد بني هذا المبنى في العام 1871 ميلادية، وكان يعرف بكنيسة القديسة ماريا، التي ظلت كما تقول المراجع التاريخية تمارس فيها الطقوس الدينية لأكثر من 70 عاماً. في بدايته كان عبارة عن كنيسة بنيت في العام، بدأ البناء فيها في العام 1867 وانتهى البناء فيها في نوفمبر 71، سميت بكنيسة القديسة ماري غاريسون، وكانت توسع ل 350 مصلي، وعين لها المطران دوغلاس قسيسا لها في تلك الفترة، وبقيت ككنيسة إلى أربعينيات القرن الماضي عندما تقدم أبناء عدن بواسطة الشيخ الجليل رحمة الله عليه علي محمد بحميش بعريضة إلى حكومة عدن يطالبهم فيها بإلغاء الكنيسة كونها تعلو سقف مآذن مساجد عدن وتحويلها إلى أي مبنى يعني، فوافقت حكومة عدن بتحويلها إلى مبنى حكومي وهو المجلس التشريعي، وافتتح في العام 1947، ومنذ ذلك الحين كانت تشرع فيها القوانين الخاصة بحكومة عدن، واستمرت كذلك إلى يوم الاستقلال.
وفي السادس من يناير من عام 1947 للميلاد تحول إلى مقر للمجلس التشريعي، وقبل هذا العام كانت عدن تدار شؤونها عبر حكومة الهند. حتى فترة قريبة والمبنى كان يحوي بداخله لوحات تذكارية تمجد الرواد الأوائل الذين ذهبوا في أعمالهم على ازدهار عدن، كما كانت النساء في حفلات افتتاحه في كل عام يلبسن قبعاتهن الملونة ويرتدي الرجال الملابس الزاهية. نحن والله نتمنى من محافظة عدن تحويله إلى متحف خاص بالمجلس التشريعي، يكون فيه يوضعوا فيه وثائقه، يوضعوا فيه صور خاصة بأعضاء المجلس التشريعي، هناك صور خاصة باجتماعات المجلس التشريعي عندما كانوا يشرعوا القوانين، فيجوا يزوروها الشباب والأجيال تباعا ويشاهدوا كيف كان أعتى برلمان في المنطقة في تلك الفترة يدار من خلال هذا تحت قبة هذا البرلمان. للمبنى ساحتين شرقية وغربية، ويأخذ سقف المبنى من الخشب والقرميد شكل المثلث المنحدر، وهو شكل معروف في البناء الأوروبي. تميزت عدن عن بقية مدن المنطقة بدورها الريادي في الجانب البرلماني والتشريعي، وكما هو فإن الاستعمار البريطاني كان يرسي بعضا من قوانينه في مستعمراته، فجاءت فكرة المجلس التشريعي. المجلس التشريعي بنيان يعلو في ذاكرة عدن، ويشكل جزءا من تاريخها وعلامة بارزة على حضارتها. يعد أول مجلس من نوعه في الجزيرة العربية، واستمر يمارس مهامه حتى العام 1966. بعدها قام بإحراقه عدد من الثوار الأحرار في انتفاضة شعبية ضد البريطانيين، وأعيد ترميمه فيما بعد ليدمر مرة أخرى في صيف 94. هناك عدة أحداث جرت على هذا المبنى منذ تحويله إلى من كنيسة إلى مجلس تشريعي. فمثلا في العام 24 سبتمبر 62 كان هناك يوم سمي بيوم الزحف الكبير، وهو عبارة عن خروج أبناء عدن بكافة طوائفهم وشرائعهم إلى هذا المبنى في مظاهرة كبرى يطالبون الحكومة بوقف ضم عدن إلى الاتحاد، لأن الحكومة طالبت بضم عدن إلى الاتحاد كضم قسري، وأبناء عدن رفضوا هذا الضم وخرجوا بمظاهرة كبيرة، وتم إحراق المجلس التشريعي في هذاك اليوم وسمي بيوم الزحف الكبير. بعد ضغط عدد من الجهات الشعبية في المحافظة بدأ العمل على إعادة ترميم المبنى في فبراير من العام 2008، والتزمت عملية الترميم بالمواصفات المطلوبة وبما لا يؤثر على القيمة التاريخية للمبنى. إلى هنا انتهت حكايتنا عن المجلس التشريعي، ولكن برنامجنا لا يزال مستمرا وفقراتنا لا تزال مستمرة، ابقوا معنا. يرسم بريشته ليحول أفكاره وما يجتاح خياله إلى لوحات تدهش الآخرين. وجه المدينة اليوم هو أمير الرسم التشكيلي وائل ياسين جمان. له مع الريشة والألوان حكاية يعرفها كل فنان، إنه الرسام التشكيلي وائل ياسين جمان. بدت موهبته واضحة المعالم منذ بدايته الأولى في الصغر، ومع التحاقه بالمدرسة كان أكثر بروزاً وتألقاً بموهبته الجميلة وفنه التشكيلي. أحببت الفن التشكيلي من وأنا صغير، يعني في الروضة كنت بالروضة أحب أعمل الصلصال، هذا أشكل الصلصال وأحب أعمل شخصيات كرتونية فيه. فكانت المدرسة بالروضة تلاحظ أن أنا عندي ميزة بتشكيل الصلصال غير زملائي يعني من الطلاب،
فاستدعت امي الله يرحمها وقال لي ان ابنك وائل عنده موهبه بتشكيل الصلصال وده بيكون بكره فنان تشكيلي او نحات او رسام او حاجه يعني كبيره بدل المجال، فاهتمي فيه وركزوا على بدل المجال. فكانت دائما تقول لي جيب الصلصال تاخذه مني وتجيب لي صلصال جديد وتقول لي اعمل نفس الاشكال اللي عملته. فانا بديك الفتره بالروضه كانوا يجيبوا لنا احنا لبن بايام القلاصات الستيل وبان، وانا اقول لك جيبي لي انا احب الحليب طبعا من صغري، تروح تجيب لي لبن وبان وترجع وقد عملت لي الاشكال. فقالت لامي الله يرحمها قال لي شوفي ابنك عنده كمان سرعه يعني يشتغل الحاجه ويده ما شاء الله خفيف وسريعه. فكانوا ياخذونا الى عده روضات، في كان بالفتره بايام بدايه التسعينات في عام 90 كان بديك الفتره اهتمام بالفن التشكيلي وبالاعمال الاشغال اليدويه هذه وبالرسومات، فيحبوا ينموا المواهب الصغيره هذه الاطفال اللي عندها مواهب يحبوا ينموها. فكانوا ياخذونا الى عده روضات في محافظه عدن والى ورش تدريبيه للاطفال، فكنت اتدرب هناك على يد مدربين. أخذت موهبة الفن التشكيلي تنمو مع وائل لتصبح احترافاً وشغفاً لا حدود له وطريقاً قرر المضي فيه، فكانت له جولاته في الرسم وعالمه الخاص في اللوحات التي يرسمها متنوعة بين الحزن والفرح والتأمل واليأس. أول لوحة فنية تشكيلية رسمته كان بمعهد الفنون وأنا طالب، أول ما دخلت مع الفنون طبعاً قصتي طويلة بالنسبة لما دخلت يعني المعهد الفنون وكذا. فأول لوحة رسمته وأنا طالب في معهد الفنون وكنت يعني أرسم بخبرتي يعني ما كنتش دارس ولا حاجة، فشجعونا والله بعض المدرسين وبعض زملائي الطلاب، حتى أنه كنت بوقت الاستراحات نفسه أروح لعند طلاب مستوى ثالث اللي هم أكبر مني بسنتين عشان أخذ من خبراتهم، يعني عشان لما أوصل للمستوى الثالث يكون عندي الخبرات اللي عند أصحاب المستوى الثالث. فاكر أول لوحة رسمتها مع الفنون كانت عبارة عن مزهرية، ورسمتها بقلم رصاص، كان عندنا حصة تخطيط وعملت كده رسمة كانت بسيطة ومتواضعة. وحينما تصبح الموهبة حياة لصاحبها لابد أن يكتب لها النجاح، فكانت معارض وائل المنفردة والجماعية كمعارض حوار الرأي 7 شاهدة على موهبته الفذة وقدرته على إتقان الرسم وتجسيد الخيال. طبعاً اللوحات كثيرة اللي هي قريبة إلى قلبي، ولوحاتي بشكل عام يعني هي قريبة لقلبي، ولكن في لوحات مميزة مثل لوحة البائس ولوحة أوقات فراغ اللي كانت في اللوحة الحدث في المعرض الأخير، ويعني في معي عدة لوحات تقليدية، وفي لوحات عن حنان الأم، وفي لوحات عن الديوك المتصارعة، طبعا لوحاتي معروفة بالديوك. برضو معي لوحات من مناظر من عدن، معي لوحات كلاسيكية، لوحات بالأسلوب التكعيبي، معي برضو أعمال نحت، أحب أن أنا أعمل نحت برضو أغير يعني مش كل رسم أعمل نحت. في لوحات معي زي لوحة أذكر اسمها معا، هي بتاعت في ألمانيا، اللوحة هذه من قصاصات القرائد يعني أناقش فيها قضية معينة. أقمنا لحد الآن 6 معارض جماهيرية لجماعة حوار الرؤية، وتنوعنا بالأعمال وبالأساليب الفنية وبرضو كمان بالفنانين التشكيليين نفسهم، يعني كل سنة نجيب فنانين جدد. نحاول في جماعة حوار الرؤية إنه نكتشف ونطلع مواهب، لأنه في ناس اكتشفناهم من الشارع، يعني هم مش دارسين فن، موهوب سبحان الله عنده الموهبة، وجهناه وعمل أعمال رهيبة وباعوا لوحاتهم وعرضوا أعمال حلوة وقدموا يعني استعراض رائع في المعارض 6. وكمان برضو في فنانات تشكيليات معانا متميزات قدموا أعمال حلوة، و أخذتهم من بعض الكليات، من المدارس، من التنويات.
لوحاته الفنية تدهشك بجودتها وخيالها الأخاذ، فهي تعبر عما يجتاح مشاعره وأحاسيسه من أفكار وخيالات تترجمها الألوان إلى صور وواقع معاش. لما أنا أحس بدأ الإحساس أو يجينا الإلهام تيجي الفكرة مباشرة، فعن طريق لما تكون موجودة الفكرة عندي أبدأ خلاص أختار ألواني بكل تأني وأرسم بالتأني، وأحيانا أكون مستعجل أرسم بسرعة بس بدقة، يعني مش إنه خارج. لقب وائل ياسين جمّن بأمير الفن التشكيلي في عدن، نظير ما قدمه من معارض فنية أثرى من خلالها الوسط الفني التشكيلي، وأهلته إلى أن يكون واحداً من أهم الفنانين التشكيليين في عدن بل وفي اليمن ككل. بالنسبة لي طبعا أنا سنويا تقريبا وأحيانا بعض السنين ما أقيمش فيها معارض شخصية لأنه لأسباب يعني معينة وكذا، فأنا سنويا أحب أقيم معرض شخصي لي جماهيري، وكان آخر معرض لي في العام 2014 أوقات فراغ، والآن أحضر لمعرضي الشخص الثامن بإذن الله معرض المادة، فإن شاء الله بتشوفوا حاجات جديدة غير المعارض السبعة اللي شفتوها، حاجات حلوة. وبرضو أفكر إن أنا أفتح معهد أو مرسم خاص أدرس فيها الطلبة أو المواهب الجديدة أو اللي يحبوا الفن التشكيلي ويطوروا من هذا الفن التشكيلي ويحبوا يرتقوا بالحركة التشكيلية في عدن. كريم الفنان وائل ياسين رئيس مجموعة حوار الرؤية بمناسبة إنشاء معرض حوار الرؤية الثاني. وائل كغيره من الفنانين التشكيليين يخاف من المستقبل في بلد تتحول فيه الموهبة إلى معاناة والفن إلى مهنة للعيش، لكنه مع كل هذه المعوقات يصر على المضي قدما صوب عالمه الفني وإبداعه اللامحدود. قد وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.